توقعات الفلك لمواليد الميزان بالأسبوع الأخير من شهر حزيران جون. عزيزي الميزان، مطلوب منك الاتكال على نفسك بالأسبوع الأخير، يعني بين 3/22 و4/30، هيدي آخر أيام الشهر. مطلوب منك الاتكال على نفسك والقيام بمهماتك بتكتم وبتحفظ. تحتاج لقدرتك المميزة على الإقناع وكسب التأييد بهالفترة، ويمكن تقوم ببعض المبادرات الشخصية والمباشرة حتى تجلب لك النجاح. يعني يمكن تروح بنفسك لزيارة معينة، أو أنت تتصل من أجل توضيح أمر، أو يمكن تسافر من أجل إذا كنت مهمتك مثلا بعيدة عن محيطك، حتى تقدر أنك توضح شيء معين، وحتى في اتصالات بتصير معك أو اتصالات طويلة على الهاتف أو عبر مثلا أي موقع مشان توصل إلى تبرير وتفسير وشرح وإقناع. راهن على يومين، هن السبت 26 والأحد 27. يمكن تخطي خطوات جبارة بهاليومين إلى الأمام. هن واعدين جدا وبيرطبوا الأجواء وبيحملوا السلوى وبيحملوا الانفراج. إذن أي يومين هن 26 و27 السبت والأحد. بين الأحد 27 والتنين 28 بتتلقى اتصالات أو عروض بيتراقى لك إنها مبهمة أو منا واضحة، أو بتشوف كتير صعب إنك تاخد القرار بشأنها. بتركز على أعمالك كما على صحتك بالأيام الأخيرة من الشهر. بتتلقى الدعم بهالوقت. إذا واجهتك مشكلة بهالوقت ما تخاف، ما رح تكون طويلة وبتلاقي الحلول بسرعة، ويمكن تكون الحلول قريبة جداً ومع الشهر المقبل.